اسمه هذولا وصينيين وهذولا عندهم يعني كان مذهب ثاني. هنود عندهم مذهب، هنود عندهم مذاهب ثانية. بدر أنا خايف إنه يكون نظام تركيا الفندق آخر شيء يطلع لك فندق صناعي. انا سالت شباب قالوا لي حلو، قالوا لي خبروني يعني فهمت، سالت عنه قالوا لي زين. شو هذاك الفندق مال تركيا ما عجبني الا شيء واحد بس اللي فيه الاكلات، اكلات ما في شيء.